بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. تكملة لشرح استخدام الشتات الخاصة بحسابات البلامنج، احنا كنا الحمد لله امبارح خلصنا كل حسابات الووتر سبلاي، شرح الشيت الخاص بحسابات الووتر سبلاي، وقبلها كنا اشتغلنا على السمرزبل بامب وشرحنا الشيت بتاعها. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نكمل حسابات الدرين، وهنتكلم عن حسابات الدرينج بايب سايز والرين ووتر بايب سايز، وكل ما يتعلق بالدرين كحسابات هتلاقيها في شيت واحد متجمعة إن شاء الله، هنبتدي نشرحه النهاردة بإذن الله. ده شيت الدرين كالعادة زي ما احنا متعودين إن أي تاب لونها نبيتي، ده تاب الحسابات، وباقي التابس اللي موجودة هنا اللي باللون الأزرق دي الهيلبر اللي احنا بنشتغل منها أو بنجيب منها الداتا. فنبتدي بالدرين. الدرين عندنا حاجتين، زي الرين برضو عندنا حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ اللي هما الفيرتيكال ستاك سايز والهوريزونتال بايب سايز، والرين ووتر كمان عندنا فيرتيكال ليدر وعندنا هوريزونتال بايب. اوكي، عندنا الاي سي كوندنسيت، عندنا حسابات الفينت بايب. ده كل الحسابات الخاصة بالدرين كبايب سايز. طبعا في حاجة في السبيشيال درينج سيستم اللي هو السيبتيك تانك وجريس انترسبتور، ومفروض السمرزر البامب طبعا احنا شرحناها قبل كده. ف دلوقتي انت عندك مبنى معين، والمبنى ده فيه كذا دور، والدور ده بتاخد من صرف من كل الفيكتشرز الموجودة عندك وتصرفها على ستاك او ليدر بيجمع عليه كل الصرف بتاع المبنى. اوكي، وبالتالي انت هنا هيكون عندك مثلا ستاك نمبر 1 او ايا كان المسمى بتاعك، بتدي له الاسم هنا، وده اسبير الاسبي سوري اسبير الاي بي سي. انت بتختار هنا الفيكتشرز اللي موجوده عندك، الفيكتشرز اللي موجوده عندك اسبير الجدول اللي موجود في الاي بي سي، هتختار هنا الفيكتشرز. هنا اوتوماتيك بيختار لك الديسشارج يونت الخاصه بيها. احنا طبعا هنا درين، فما ينفعش نقول فيكتشر يونت، احنا بنقول ديسشارج يونت دي يو او ديسشارج فيكتشر يونت دي اف يو. وهتحط هنا الرقم الخاص بال الاعداد بتاعت الووتر كلوزت، اللافاتوريز، الشاورز، الكيتشن سينك، ايا كان الفيكشرز اللي انت هتختارها. اوكي، هتحط هنا الاعداد بتاعتهم. هتجيب هنا التوتال ديسشارج يونت او توتال ديسشارج فيكشر يونت، هتجمعهم هنا مع بعض. اوكي، اسبير الاي بي سي. هنا الليدرز او الستاكس بتندرج تحت ثلاث حاجات، يا اما التوتال ديسشارج انتو وان برانش، يا اما صرف عليها دور، يا اما صرف عليها ثلاث ادوار، يا اما صرف عليها اكتر من ثلاث ادوار. اسبير السلكشن ده انت هو بيبتدي يحسب لك السايز من انهي جدول. هنشوف هنا الجدول الخاص بالفيرتيكال درين بايب صفحة 79، الجدول ده اللي تحت. ادي البايب سايز، وادي هنا لو صرف عليها دور، صرف عليها تلات ادوار، صرف عليها اكتر من تلات ادوار، وده الديسشارج يونت. فانا عندي هنا وليكن مثلا انا عندي تلات ادوار موجودين، وعندي الديسشارج يونت 150 اللي احنا حسبناها في الشيت. فهتلاقي هنا ال 150 دي ما بين 48 و 240، فاحنا بناخد ال 240 دايركت، وبالتالي هنجيب السايز قصادها 4 انش اللي هي 110. احنا صرف ثلاث ادوار، اوكي صرف ثلاث ادوار اهو 3 برانش انترفلز، وبالتالي هو عمل سيلكشن هنا من خلال المعادله اللي احنا كاتبينها هنا دي، عمل سيلكشن من الجدول اللي احنا شفناه، انا حاطه هنا في الاكسل، عمل سيلكشن ب 110 اللي هي 4 انش. تمام، ده بالنسبه للسيلكشن الخاص بالفيرتيكال بايب ستاك. بالنسبه للهوريزونتال بيدخل معانا حاجه بس بسيطه هنا، وهي السلو. نفس الكونسبت هنا، بندخل الفيكتشر تايب ديسشارج يونت، التوتال ديسشارج يونت، وليكن هنا مثلا 20 20
11 13 159. طيب ال 159 اسبير الاي بي سي، اسبير الاي بي سي، انت هنا عندك الديامتر ال من الديامتر اللي تاخد 1% بتبقى الديامترز هو محددها لك هنا في الـ في الاي بي سي، محدد لك السليكشن بتاع الديامتر، السلوب السلوب 1%، 2.5 اور ليس بياخد 1% من 3 ل 6 بياخد 2%، 8 فما اعلى بياخد 0.5%، سوري 2.5 او اقل بياخد 2% سلوب، من 3 ل 6 بياخد 1%، من 8 انش لاكتر بياخد 0.5%، يبقى ده 2%، 1%، 2%. فانا على حسب هنا السلكشن بتاعي، انا طبعا معروف يعني معظم الدريم باي بيبقى 1% الا اذا طلعنا بره المبنى او جوه المبنى كان فيه بايبس من 8 انش وانت طالع السايز بتاعها، فبتبتدي تشتغل على 0.5%. عشان كده انا حاطط هنا اتنين، مثبت هنا ان دي 1% ومثبت هنا ان ده 0.5% على حسب السلكشن بتاعي. تمام. طيب انا لو جيت هنا مثلا وعندي السلكشن بتاعي 1%، ولقيت هنا البايب بتاعتي 200، انا مش هختار من هنا، انا هختار من هنا. ليه؟ لان ال 200 بتاخد نص، وبالتالي انا هبتدي اختار على اساس الرقم اللي موجود عندي هنا. فلو دي طلعت 110 بسلوب 1% خلاص انا في السليم، او 160 انا في السليم، مفيش مشكله، انا هختار السايز ده ازبير الاسلوب اللي انا شغال بيه. تمام. طيب لو دي وانا ولا لو الرقم ده خلى الديامتر يبقى 200 وانا هنا مختار ال 1%، لا كده مش هينفع، يبقى انا اخليني في السلكشن اللي هو 0.5%، فاروح 0.5% واشوف الديامتر ده هيديني قد ايه، اشوف سوري الديسشارج يونت اللي هنا هتديني قد ايه كديامترز. اوكي. فانا هنا 159 اسلوب 1% هنشوف كام، 110. منين الجدول؟ الجدول الخاص بالهوريزونتال باي صفحه 79، 0.5%، 1%، 2%، 4%. اوكي. طيب انا عندي الشارج يونت 159، 159 بين 36 و 180، احنا طبعا بنختار الاعلى ال 180، يبقى اذا ال 159 دي عند سلوب 1%، سلوب 1% هيدينا 4 انش، يبقى هو ده البايب سايز بتاعي اللي انا عملت له سيلكشن. تمام. يعني طبعا السيجمنت دي حسب رقم البايب اللي انت شغال بيها، اسبير الكاد اللي انت شغال بيها. هو ده الكونسيبت اللي احنا شغالين بيه في حسابات البايب سايز الخاصه بالدرين، سواء ستاك او هوريزنت. هنتكلم على الرين ووتر بايب سايز. الرين ووتر بايب سايز مختلفه شويه حساباته عن، هو طبعا بيختار من سيلكشن برضو من الجداول، بس اسبير ايه؟ اسبير حاجتين. هنا في تو كونسبت انا شغال بيهم. الكونسبت الاولاني انا شغال بالاريا، الاريا اللي عندي. اوكي. اسبير الاريا انا ببتدي اعمل سيلكشن للسايز بتاع البايب اللي هيصرف عليه الرين ووتر. اوكي. في كونسبت تاني او سيناريو تاني، اسبير الفلو. لو انت الاريا مش متاحه معاك بس عندك فلوهات، عارف الفلو في المنطقه دي ماشي ازاي، بتعمل حساباتك على اساس الفلو هنا من غير اي مشاكل. طيب انا عندي معادله هنا بتقول ان الكيو بيساوي الاريا في الرين فول انتنستي، اسبير البلد اللي انت شغال فيها بتبقى معروفه رين فول انتنستي كام، او المشروع بحسب الاتفاق انت اتفقته مثلا المشروع ده شغال رين فول انتنستي في المنطقه اللي انت فيها دي بكام. اوكي. الكلام طبعا كودد في كونستانت، الكونستانت ده بس ما هو الا تحويل، لو انت شغال بالفيد سكوير بتحول، هتضرب في الكونستانت ده عشان تحول لجي بي ام، ولو انت شغال بالميتر هتضرب هتقسم على الكونستانت ده عشان تحول بالليتر بير سكند ال بي اس. طيب ايه بقى الران اوف كوفيشنت او السي فاليو؟ السي فاليو دي كان معلومه اتكلمنا فيها مهندس احمد نعيم، اللي هو كان عمل عليا تعديل في الكولد ووتر بايب سايزر شيت. السي فاليو دي عباره عن ان الرين ووتر فول اللي نازل على الروف، اوكي،
مش كله بينزل في البايب، مش كله بيتصرف على الروف درين وبيمشي في البايب سواء هوريزونتال او فيرتيكال. ليه مش كله؟ بيبقى في حاجه اسمها معامل امتصاص جزء من الميه دي. لو طبعا الروف بتاع الخشب بيمتص جزء من الميه، لو الروف خرسانه بيمتص جزء من الميه، لو الروف ايا كان الماتيريال اللي في الروف بتمتص جزء من الميه، وبالتالي الاكواد والشركات المصنعه والمنتجه للروف درينز عندها الفاليوز دي. اوكي، انا الحاجات دي جايبها من الانترنت، مواقع موثوق منها مديانا المعلومات دي. طيب انا هنا بعمل ايه؟ تايب اوف درينج اريا. انا تايب اوف درينج اريا دي عباره عن زي كاتيجوريز كده متقسمه تحتيها الماتيريال بتاعت الروف اللي انت شغال عليه. فانا هنا في انا طبعا شغال، انا بعمل صرف للسطح للروف عندي، بعمل صرف للرين ووتر نازل عليه. طيب الروف موجود فين؟ انا هنا بعمل كلمه ستريتس دي هتلاقيها جامعه هنا كذا حاجه، اوكي، منها الروف. فانا بعمل روف، اوكي. فلما اختار هنا ستريت وروف، كاتيجوري الستريت ماتيريال اللي موجوده فيها الروف، انت شغال على الروف، هتلاقي ان السي فاليو هنا عباره عن 9 من 10. اذا في 1 من 10 اللي هي القيمه اللي انت بتقل من التوتال الميه بتاعتك اللي هي بتمتصها، سواء بقى ماتيريال الروف ده خرسانه ولا خشب ولا ايا كان. اوكي، طيب نجرب كده نغير حاجه. خلينا مثلا في الستريت زي ما احنا، جرافل اللي هي الزلط، لو السطح بتاعك مغطي بالزلط ولا مفروش بالزلط، هتلاقي ان القيمه دي قلت لان الامعاء الامتصاص اكبر من الروف العادي او الخرسانه. لو الكلاي هتلاقيها قلت خالص، يعني ده طين اعتبر، ولو في رمله هتلاقي ان السي فاليو دي قليله جدا، معنى كده ان معدل الامتصاص كبير. تمام، فهنا روف احنا شغالين من 9 من 10. هنضرب القيم دي في بعضها. هنا طبعا انا بقول لك هنا انبوت روف اريا بالمتر سكوير، انت لما تيجي تقيس الاريا على الكاد اسهل لك بتقيسها في متر سكوير، فانت ده القيمه اللي انت هتدخلها. اوكي، وليكن مثلا 860، هو هنا بيحولها لك بالفيت سكوير. الرينفول انتنستي، انت بتختار هنا الرينفول انتنستي لو انت شغال انش بر اور او شغال مليمتر بر اور. اوكي، لو انت شغال انش بر اور وفيت سكوير هتضرب في الرقم كونستانت ده، هيطلع لك 259.9 جي بي ام، يعني الفلو اللي نازل عندك على توتال الاريا بتاعت السطح او توتال الاريا اللي انت دخلتها هنا عباره عن 260 جي بي ام، او عباره عن 16 وتمن او 125% لتر بير سكند. اوكي، اللي هي البايب سايز كريتيريا. اول سيناريو اليوزنج روف اريا بالفيت سكوير. عندنا حاجتين، فيرتيكال وعندنا الهوريزونتال. بالنسبه للفيرتيكال، انت هنا بتعمل سيلكشن للرينفول انتنستي اللي انت شغال عليها. اوكي، هو اوتوماتيك هنا من الجداول الخاصه بالبايب سايز فيرتيكال في الفنت هنا في الستورم هنا صفحه 105. ادي الفيرتيكال اهو. الرينفول انتنستي بالنسبه للاريا 2930 فيت سكوير، انا عندي الاريا كام هنا؟ 9257. الرينفول انتنستي، انا طبعا السليكشن ده يدوي، اللي انا عملته في الشيت ان انا خليته يعمل اوتوماتيك. عندي 3 انش بر اور واريا 9000 فيت سكوير، ما بين ال 6000 وال 11000، اذا هيختار ال 11000. ال 11000 هتدينا كام؟ 5 انش، 5 انش اللي هي 125 ملي متر. لو ال 5 انش في السوق او مش بتشتغل بيها في المشروع، فانت اوتوماتيك بتطلع على السايز اللي بعده اللي هو 160 ملم اللي هي 6 انش. اوكي، طيب النمبر اوف فيرتيكال ليدرز. طيب انت عندك هنا الليدر التوتال 100 و 160، يعني كل الاريا دي هينفع يشيلها بايب 160. تمام، طيب لو انا عايز اقلل الدايمتر ده، اخليه مثلا اقسم المساحه دي على اتنين، على اتنين مثلا، او اخليه مثلا هصرف جزء هنا وجزء هنا. لو انا جبت الدايمتر ده خليته 4 انش او خليته 110، يبقى انا هحتاج كام ليدر؟ هحتاج 2. اوكي، جت منين؟ اني انا قسمت
الجي بي ام ده اوكي على اي بي سي داتا كود جي 10 جي 10. الماكسيمم فلو هنا بالجي بي ام الماكسيمم فلو اللي بتشيله ال 110 بالجي بي ام هو عبارة عن 192 تمام. اذا انا هنا دي 4 انش دي 4 انش يعني 110 هقسم التوتال فلو اللي هو ميتين وستين على الماكسيمم فلو اللي بيتحمله 110 192 هيدينا 1.4. ده عدد الليدرز او عدد الاستاكس اللي انت ممكن تستخدمها لو استخدمت ديامتر 4 انش او 110 تمام. طيب بالنسبه بقى لل 160 هو اوريدي هنا الحسبه بتاعتنا ادتنا ان عشان الاريا دي تصرفها على 160. اذا لو انت جيت هنا عند ال 160 هتلاقيها عامله 1. اذا عدد الاستاكس في السايز 6 انش 1 في ال 5 انش 1 لان هو اوريدي هنا اصلا السليكشن 6 انش. طب لو قللت بقى السايز بتوفر مثلا في الماتيريال او بتوفر في السعر خليت 4 انش هتجيب 2 ستاك 2 ستاك عشان تعرف تصرف عليها كل الاريا دي. 3 انش هتجيب 3 ستاك اوكي. فده بيديك عدد الاري عدد الستاكس على حسب السايز بتاعك. طيب هنرجع هنا للداتا اللي هنا دي. الماكس فلوج بي ام ده مش موجود في الكود. اللي موجود في الكود بس عباره عن الاريا والرينفول انتنستي والسايز اللي انت هتختاره على اساس المعطيات اللي عندك. طيب الكلام ده احنا جبناه منين؟ احنا الكلام ده ببساطه شديده جبناه من تطبيق المعادله اللي هي بتقول الاريا في الرينفول انتنستي في الكونستانت اللي بيدينا الجي بي ام. طيب لو انا اللي في ال 110 مثلا في ال 110 كل الرينفول انتنستي تمام كل الارقام بتاعت الرينفول انتنستي من 1 لغايه 12 مع كل الارياز دي هتدينا 192. ازاي؟ هنشوف مثلا ال 110 انا عايز اعرف ال 110 بتشيل كام جي بي ام. هتقول اريا 18400 في الرينفول انتنستي 1 مضروبه في الكونستانت 104 هيدينا 191.3 يعني 192 جي بي ام. طيب نجرب التاني 12700 انا بطبق المعادله مش اكتر مضروبه في 1.5 رينفول انتنسي مضروبه في الكونستانت اللي موجود هنا بيساوي 198 جي بي ام اوكي قريبه من 192. خلينا في 9200 مضروبه في 2 مضروبه في الكونستانت هدينا 191. خلينا في 3 6130 مضروبه في 3 رينفول انتنستي مضروبه في 104 هدينا 192. اذا كل الارياز دي مضروبه في كل في الرينفول انتنسي المقابل ليها هيطلع لي نفس الرقم ده. اذا الماكسيمم الجي بي ام اللي بتشيله 110 192 والماكسيمم الجي بي ام اللي بتشيله 125 348 وهكذا. ده انا بقول لك جبنا منين الجي بي ام، لان الجي بي ام دي مش موجود في الكود احنا بس زي ما قلت لي حسبناها وحطيناها بجدول هنا. بالنسبه بقى للهوريزونتال، الهوريزونتال نفس الكونسيبت بتاع الفيرتيكال بس هنضيف معانا هنا ايه السلوب اوكي. السلوب انت شغال سلوب ايه بالظبط؟ بالنسبه للارقام اللي عندنا هنا دي انا هشوف النص في الميه. لو الواحد في الميه طلع لك 200 زي اللي كنا بنتكلم عليها في الدليل، لو الواحد في الميه طلع لك 200 مع رين الفول انتنستي فانت اوريدي كده هتقلل السلوب بتاعك لنص في الميه اوكي. طيب
الهوريزنتال صفحة 106، 1%، 0.5%، 1%، 2%، 4%، 1%، 2%، 4%. أنا شغال 1% هنا. يعني طبعا رينفول انتنسي زي ما انتم شايفين ايه مدينا ال1% لغاية 15 انش، فدي اكسبتد بالنسبة لنا. فاحنا خلاص احنا ممكن نغير السليكشن هنا نخليه 1% زي ما كان. طيب بالنسبة الهوريزونتال بايب عند رينفول انتنسيتي وسلوب 1%، الديامتر اللي ممكن يشيل الاريا دي عبارة عن كام؟ الاريا طبعا بتاعتي 9257 عند رينفول انتنستي ما بين ال 7000 وال 15000، هنختار 15000 يعني 8 انش. 8 انش. طيب ده ال 8 انش اللي هي التوتال الاريا. في اخرها هتلاقي مثلا ايا كان عدد الروف درين اللي عندك، هنعرف كام روف درين دلوقتي مجمعه كلها على بايب مين، والبايب مين دي هتلاقي السايز بتاعها في الاخر 200. طب انا السايز بتاع ده 200 اوكي، وهنا الستاك طبعا ده هورزنتال، هنا طبعا هرمي على الهورزنتال، هرمي على الفيرتيكال، من هورزنتال على الفيرتيكال، الفيرتيكال هنا 160. طب ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان انت هتخلي ال 160 دي عباره عن 200. خلاص انت خلاص طبعا ده هيبقى مور سيف، ما فيهاش مشكله يعني، هتخلي 200 ليه؟ لان انت طبعا ما ينفعش تصرف 200 على 160. اوكي؟ طيب نمبر اوف روف درينز بقى، لو انت عندك المخرج بتاع الروف درين عباره عن 3 انش، فانت محتاج 8 من الروف درينز عشان تكفي صرف الاريا دي. تمام؟ ولو انت المخرج بتاع الروف درين عندك 110 او 4 انش، هتحتاج 4 روف درين عشان تصرف عليها الاريا، تصرف عليها الرين اللي نازل على الاريا اللي موجوده دي. تمام؟ طيب انا جبت الكلام ده منين؟ هتلاقي المعادله هنا دي الجي بي ام بتاعي اوكي على اتش 39، هقسم الجي بي ام ده اتش 39. طيب ال 110 عندي بتشيل لغايه 78 جي بي ام، بتشيل لغايه 78 جي بي ام، نفس الحسبه اللي احنا حسبناها في الفيرتيكال هتتحسب في الهوريزونتال هي مع الرينفول انتنستي اللي موجود معانا. طيب يبقى 260 على 78 جي بي ام بيساوي 3.3، يعني 4 روف درين، 4 روف درين. طيب ماكسيمم الاريا اللي تشيلها الروف درين الواحده من الجدول ده الجدول اللي موجود في الكود، عند ال 3 انش بر اور، لو انا شغال 3 انش بر اور يعني ال 110 بتشيل 2506، 2506 فيت سكوير. طب انا عندي 9260 على 2506 بيساوي 3.7، يعني 4 روف درين. اذا انا محتاج الاريا اللي موجوده عندي اللي انا لسه مدخلها دلوقتي 4 روف درين، كل روف درين بتشيل 2506. تمام؟ ده بالنسبه للشغل الخاص بال او الحسابات الخاصه بالفيرتيكال ليدر او الستاك والهوريزونتال بايب. بالنسبه لان انا عندي المعلومه عندي ايه الاريا، المعلومه عندي الاريا. طيب لو انا معلومه عندي فلو، نفس الكونسيبت من غير اي تغيير، هو بس كل القصه طبعا بدل ما انا استخدمت اريا هنا، يعني بدل ما استخدمت الداتا اللي في الجداول دي كاريا، لا انا بستخدم الفلوهات، الفلو اللي موجوده عندي بحسب على اساسها. هو طبعا انت كل القصه هنا بس ان انت انا بشرح لك الشيت عشان تعرف ايه اللي بتبص عليه وايه اللي بتاخده وايه اللي بتدخله في كانبوتس. انت هنا بس بتختار السيلكت للرينفول انتنس اللي شغال عليها. هو الشيت بيحسب كل حاجه، بيديك البايب سايز اوكي، وبيديك هنا نفس الكونسبت. هو لو انت 3 انش مثلا الستاك 3 انش، هتختار 3 انش هتبقى عايز 3 ستاك، 4 انش هتبقى عايز 2 ستاك، الخمسه والسته والثمانيه هتبقى عايز ستاك واحده. نفس الكونسبت هنا في الهوريزونتال بايب، 1% على 3 رين فول انتنسيتي بانش بر اور، هتلاقي هتختار ال 200
اختار هو ال 200 هنا، وبالتالي طبعا هيدروجين انت ال 200 لازم تصرف على فيرتيكال 200. ودي النمبر اوف روف درينز. لو انت عندك المخرج بتاع الروف درين 3 انش هتبقى عباره عن 8 روف درين. طبعا 8 روف درين 3 انش اوكي، والاريا للروف درين الواحده عباره عن 1069 1069. أربعة إنش الـ لو أنت عندك الروف درين المخرج بتاع الأوتلت بتاعها أربعة إنش هتبقى محتاج أربعة روف درين، والروف درين الواحدة 2056 بتشيل بايب لغاية 2506. تمام، ده بالنسبة لحسابات الرين ووتر. كده احنا خلصنا الدرين والرين ووتر، عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل ان شاء الله هنكمل باقي حسابات البايب سايز الخاص بالاي سي كوندنسيت والفنت بايب في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.